بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أخواني، تم حذف المؤثرات الصوتية نزولا عند رغبة بعض الأخوان، جزاهم الله خير. بسم الله، توكلنا على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طالعين من البيت بإذن الله تعالى متجهين إلى محلات بيع مواد البناء. توكلنا على الله. نبغى ناخذ شوي بلوك بحول الله وقوته، نبغى ناخذ شوي بلوك وشوي الطوب الحراري الأحمر هذا، وسمنت أبيض وسمنت العادي ورمل. نبي بإذن الله تعالى نسوي فرن حجري في البيت إن شاء الله، ربنا يسهل إن شاء الله. هذه عينة من الطوب الحراري الأحمر، خذيت 100 حبة، وعندي أول تقريبا 170 170، إن شاء الله بتكفي. باقي المواد إن شاء الله بيجيبونها ويطلعونها بإذن الله. يعطيكم العافية. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. انتهينا الحمد لله من جدران قاعدة الفرن. أخذ 4 بلوكات تقريبا، الارتفاع 84 سنتي مع الفواصل الإسمنتية، وتقريبا 26 بلوكة حنرش اليوم، وبكرة بإذن الله تعالى نحط القاعدة بحول الله وقوته. اليوم حطينا القاعدة اللي هي العتبات اللي شريناها جاهزة، حطيناها كقاعدة للفرن، وقاعدين الآن نرسم الشكل اللي حيكون عليه الفرن، يعني المساحة الداخلية والحجم النهائي، بحيث أنه نستفيد من كامل المساحة إن شاء الله. اليوم اللهم لك الحمد تقريبا انتهينا من 4 صفوف من جدران الفرن، وزي ما تشوفون الأرضية الفرن فاضية، ما فيها بلوك ما فيها شيء، والغرض بإذن الله تعالى أن نحط فيها عدة طبقات من الدفان. نحط الدفان رمل أحمر عشان يحفظ الحرارة، ونحط رماد، جمعنا كمية رماد، وفوق الثنتين هذه الرماد معروف أنه يحفظ الحرارة، وفوق هذه بنحط طبقة من الملح، والغرض من الملح انه يمتص الرطوبة، يعني الرطوبة للجدران وارضية الفرن كذا ما يكون فيها رطوبة. واخر شيء بحول الله وقوة الارضية حيكون هذا الحجر البازلت الايطالي المعروف بقوته واحتماله الشديد للحرارة، هذا ان شاء الله حيكون ارضية الفرن النهائية، وربنا يسهل إن شاء الله. طبعا تعرفون أنتوا لازم عملية الرش، ولازم عملية الانتظار حتى يجف الإسمنت وكذا، فأتوقع الأسبوع هذا بإذن الله تعالى نقدر نخلص يعني تقريبا أرضية الفرن مع الجدران، ويمكن جزء من السقف، ويصير الأسبوع القادم بإذن الله تعالى هذا منظر جانبي للفرن. وهذا سلمكم الله الخشبة هذه القوس اللي عملناها عشان نبدأ نقدر نصلح فيها سقف الفرن، وما عندنا إلا واحدة، فحنضطر أنه كل يوم نسوي صف.
يعني بإذن الله تعالى على نهاية الأسبوع الأول حيكون السقف والجدران جاهزة. وهنا سلمكم الله، البلك الحراري هذا لازم يتشرب الموية كويس قبل لا تبني فيه عشان يتماسك كويس مع الأسمنت. وزي ما تشوفون الآن تقريبا نظفنا أرضية الفرن وبدينا عملية الدفان. حنبدأ سلمك الله زي ما قلنا بالرمل الأحمر، حنفرش فيه تقريبا أرضية الفرن. الطبقة النهائية هذه اللي حيكون البازلت إن شاء الله يعني، لكن قبل كذا لازم نخلص الرمل الأحمر ونحط فوقه بإذن الله تعالى اللي هو طبقة الرماد وطبقة الملح. الآن اللهم لك الحمد أكملنا تقريبا الدفان الرمل، وحنحط فوقه الآن اللي هو الرماد. حنواسي الرماد الآن بإذن الله تعالى، حيكون تقريبا 2 سنتي إلى 3 سنتي ارتفاع الرماد، وبعد كذا حنحط فوقه الملح. الآن ساوينا الرماد وحنحط الملح الآن إن شاء الله، ونواسيه الآن الملح. حطينا الملح واسيناه، باقي سلمكم الله اللي هو الحجر البازلت. بس قبل ما نحط حجر البازلت الآن نبغى نحط نبني السقوف عشان ما يطيح شيء على الحجر ويوسخه. فالآن بدينا في عملية السقف، حطينا القوس جوا وبدينا الآن أول رصة أو أول صفة من السقف. وتعرفون لازم كل رصة يبغى لها يوم كامل يعني تقريبا عشان نقدر أنه الأسمنت يكون ناشف ويكون متماسك مع البلوك، ونقدر نسحب القوس من دون ما يتأثر يعني، ونقدر بعد كذا نقدر نبني الصف الثاني إن شاء الله. المشكلة أنه ممكن نخلصه في أسبوع ولا ممكن نخلصه في 10 أيام، بس تعرفون عملية البناء لازم بين كل مرحلة ومرحلة لازم تأخذ وقتها يعني عشان يطلع البناء كويس ومتماسك وقوي. فهذا تقريبا اليوم الثاني الآن، وهذا اليوم الثالث بحول الله وقوته. اللهم صل على محمد. اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. هذا الصف الثاني الآن حطيناه، وإذا تلاحظون فيها القطع الخشبية ذي عشان عملية إنه البلوك ياخذ الشكل المقوس حقه ولا يضغط على القوس من جوا، ونقدر نعبي اسمنت بين البلوكات. هذا الصف الأول رشيناه، وهذا الصف الثاني الآن زي ما تشوفون القطعة الخشبية عشان القوس يكون ياخذ شكله الوضع الكويس يعني، ونقدر نعبي اسمنت في الفتحات اللي بين البلوكات. ربنا يسهل إن شاء الله. زي ما تشوفون الغطاء الخشب هذا اللي جوا الفرن عشان الملح ولا هذا ما يجي شيء يعني، ما يجي اسمنت ولا شيء الى نخلص الصف الثالث. بعد كذا حنشيل الخشب هذه ونركب الحجر البازلت. اللهم لك الحمد. هذا الآن تقريبا الصف الثالثة، تقريبا خلاص يعني قربنا تقريبا من نهاية السقف. والآن سلمكم الله شلنا الخشب وحنحط الآن الحجر البازلت، لأنه ما عاد عندنا الحمد لله ما عاد يعني السقف نظيف
ونظفنا الجوع عشان ما يطيح أي شيء على الحجر. الآن هذا الحجر البازلت الرخام البازلت الإيطالي هذا اللي هو حيكون أرضية الفرن النهائية. وزي ما تلاحظون في على الأطراف اليمين واليسار في جزء من الطوب الأحمر هذا حيكون المسار حق مواصير الغاز، هتخش من فوق على الأطراف اليمين واليسار كذا. وهذا الفرن الآن تقريبا هنا هذا الشكل، هذا هنا هذا حيكون فيه المدخنة والباب، يعني هذا الجزء الباقي إن شاء الله حنشكل فيه المدخنة والباب، وأتوقع بإذن الله تعالى نبدأ فيها الأسبوع الجاي بحول الله وقوته. فأنتم زي ما تعرفون عملية الرش وعملية الانتظار بين كل مرحلة ومرحلة هذه عشان البناء يكون قوي وكويس ومتماسك. هذه الصفوف الثلاثة كلها خلاص الحمد لله. وبإذن المولى سبحانه حنبدأ حنروح نجيب قطع حديد، الزوايا حديد بطول تقريبا بعرض 80 سنتي، عشان نقدر نحط فوقها، نبدأ فوق نحط فوقها المدخنة. وهذا بإذن الله تعالى حيكون عملنا الأسبوع القادم اللي هو المدخنة وباب الفرن، وإذا أسعفنا الوقت بدأنا إن شاء الله في العزل، أو احتمال يكون العزل الأسبوع الثالث العزل، لأنه حيكون العزل تقريبا 4 أو 5 طبقات. وبعد كذا سلمكم الله إن شاء الله عاد حين نبدأ نجرب الفرن ونشغل فيه الغاز ونختبره بالحطب. والسلام عليكم.